بلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين انضموا إلى خدمة معهد الإدارة العامة خلال الفترة الماضية ما يزيد على 4100 موظف، وهو ما يعكس حجم الحس الوطني لدى الكوادر البحرينية ورغبتهم الجادة في تطوير وتحسين قدراتهم ليكونوا عناصر مؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة. هذا النجاح يأتي تزامنا مع الرؤية الوطنية التي سيتبنى تنفيذها معهد الإدارة العامة الرامية إلى تفعيل آلية التحول التدريبي الإلكتروني بصورة أكثر شمولية عبر اعتماد خاصية التعلم عن بعد كسياسة تدريبية محورية سيتم اتباعها نظرا لما يقتضيه الوضع الراهن المتمثل في انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.